لأول مرة على مستوى العالم أطلقت جامعة بيرزيت محرك بحث للمعاجم العربية تم تطويره على مدار 8 سنوات، ويعد هذا المحرك الأول من نوعه عالميا، ويحتوي على أضخم قاعدة بيانات لغوية في تاريخ اللغة العربية. وفي هذا المحرك تم حوسبة 150 معجما عربيا ومتعدد اللغات وتوحيدها في قاعدة بيانات واحدة تتيح البحث للجميع ودون مقابل. ويمكن من خلال المحرك البحث عن الكلمة في 150 معجماً واسترجاع تعريفاتها ومترادفاتها وترجماتها المتخصصة بشكل أدق من جميع المترجمات الآلية العالمية بما فيها المحرك الشهير جوجل. كما يمكن لمطوري البرمجيات استعمال المحرك عبر واجهة خاصة تضاف داخل برمجياتهم وتطبيقاتهم. وتعد الأنطولوجيا العربية إحدى أهم المصادر اللغوية في المحرك، وهي تصنيف لمعاني الكلمات العربية مبين بلغة يفهمها الحاسوب وطورتها الجامعة كمشروع بحثي منفصل.